السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. مشاهدي الكرام، فقرات منوعة ومختلفة نتناولها في هذا البرنامج اليوم من استوديوهاتنا في جدة والرياض. أما من جدة اليوم حنتكلم عن جائزة عكاظ بالتميز المهني، هذا بالإضافة لغيري من الفقرات المنوعة والمختلفة. أذهب الآن وسريعا وأمسي على زميلتي رنيم وأسألها إيش عندهم اليوم. يسعد مساك يا رنيم. يسعد مساك يا خلود، ومسا مشاهدينا الكرام، كل متابعي سيدتي في كل مكان. موضوعنا اليوم يا من الرياض يا خلود، وطبعا مشاهدينا بيكون طبعا موضوع نفسي نتكلم فيه عن الزواج الثاني للمرأة وكيفية نظرة المجتمع لهذه الفئة من النساء. التفاصيل خلال الحلقة، لكن أرجع الآن إلى خلود نستعرض عناوين سيدتي لليوم. إليك يا خلود. شكرا لك يا رنيم، وأنا والمشاهدين بانتظار فقراتك الشيقة لهذا اليوم. لكن مشاهدي الكرام، بس خلينا نذكركم بمتابعة حلقات سيدتي عبر صفحتنا باليوتيوب، وكذلك طبعا لا تحرمونا من تعليقاتكم واقتراحاتكم في صفحتنا بالفيسبوك وتويتر. إليكم العناوين. في سيدتي اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة مؤسسة عكاظ للتميز المهني. 60% من النساء يشعرن بعقدة الذنب بعد طلاقهن وزواجهن للمرة الثانية. مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر. إذا مشاهدي الكرام، بعد ما تعرفنا على عناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، حنبدأ بأولى فقراتنا لهذا اليوم اللي حتصحبنا فيها زميلتي رنيم وأبرز أخبار السعودية. ترى إيش الأخبار عندك يا رنيم اليوم؟ أخبار متنوعة يا خلود، طبعا استعرضها حاليا مع المشاهدين. شكرا لك خلود. مشاهدينا، إذن إلى الجولة اللي اخترناها من الصحف والمواقع. والخبر الأول من صحيفة الرياض بعنوان أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول. في التفاصيل، وجه أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار الناتجة عن الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة يوم الأول من أمس، مبينا أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز متابع لمجريات ما حدث. أتى ذلك بعد أن استمع سموه إلى تقارير مفصلة قدمها المسؤولون من هيئة تطوير مكة والجهات الأمنية حول تداعيات السيول والأمطار. هذا وفقا للإحصائية الخاصة التي قام بعملها فريق إعداد برنامج سيدتي، فإن عدد التغريدات التي تطرقت إلى موضوع سيول مكة في تويتر قد بلغت أكثر من 315,000 تدوينة، تنوعت ما بين صور وآراء ومقاطع فيديو وروابط. هذا الخبر الأول مشاهدينا. فعليا يعني كان هناك عدد من الأضرار، الحمد لله الوفيات كانت محصورة، هي حالة وفاة واحدة حسب ما أوردت الصحف، لكن كان هناك أضرار كثيرة. الخبر الثاني مشاهدينا من صحيفة الاقتصادية بعنوان الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا حول كورونا. في التفاصيل، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة أنها ستعقد اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء المقبل حول فيروس كورونا، بعد أن أثار تزايد حالات الإصابة بالمرض القلق في بعض الدول. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية بأن السعودية هي الدولة الأكثر تأثرا، مع إحصاء بلغ 126 حالة وفاة نتيجة للفيروس، وذلك منذ ظهوره في العام 2012. يذكر أن عدد التغريدات في هاشتاغ كورونا في تويتر، وذلك طبعا وفقا للإحصائية التي قام بعملها فريق إعداد سيدتي، قد بلغت أكثر من 593,000 تدوينة. إذن فعليا عدد كبير من التغريدات. الخبر الثالث مشاهدينا من صحيفة أخبار 24 بعنوان عقوبات بديلة للسجن والجلد، من بينها المنع من قيادة السيارات ومن السفر. في التفاصيل، ذكر موقع أخبار 24 اليوم بأن هيئة الخبراء تدرس تعديلات أجرتها اللجنة المختصة على مشروع نظام الأحكام البديلة، وذلك تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عنه في مطلع العام القادم. وبحسب نص مشروع النظام المنشور، فإن من حق القاضي إحالة المدان للطب النفسي أو الاجتماعي، وإضافة عقوبات بديلة أخرى مثل تعلم مهنة معينة أو عدم مغادرة المنزل أو الحرمان من إصدار الشيكات أو المنع من القيادة أو السفر. إذا مشاهدينا، فعليا بعض الأحكام ممكن أن تكون أكثر صعوبة من السجن بكل الأحوال طبعا. لكن مشاهدينا طبعا متابعين في الأخبار، والآن إلى الأخبار الدولية والتفاصيل في تقرير التالي. أغرب أطراف وأحدث الأخبار من حول العالم نستعرضها معا في فقرتنا الأسبوعية الثابتة International News.
من عارضة أزياء مشهورة على مستوى العالم إلى التسول على الرصيف وتقديم العروض البهلوانية لاستجداء المال أو العثور على وظيفة. كريستينا ماكينا البالغة من العمر 60 عاما والتي كانت تلقب في السبعينيات بالمرأة العنكبوت والتي ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية وعلى أغلفة المجلات قد دارت بها الأيام، وها هي اليوم تستخدم مهاراتها لكسب لقمة العيش في ولاية ميشيغان الأمريكية، وتقول إنها تكون محظوظة إذا حصلت على 7 دولارات في اليوم. هي التي صرحت أنها لا تعلم كيف آلت بها الأمور من أغلفة المجلات إلى العيش في الشارع بهذه الطريقة. من شوارع ميشيغان إلى بريطانيا والمرأة التي تعاني من أعراض نادرة، أعراض ترغمها على نتف شعرها بصورة مستمرة فتضطر لارتداء قبعة أو شعر مستعار لإخفاء بقع الصلع الناجمة عن ذلك في رأسها. وتعاني هذه المرأة البالغة من العمر 33 عاما من هذه الأعراض منذ أن كانت في السن 5، والقصة لم تنتهي هنا، فهذه المرأة متزوجة ولديها 5 أطفال، وفي حين اعتقدت أنهم نجوا من هذه الأعراض إلا أنها قد لاحظت مؤخرا ثغرات في نمو شملتها. إلى المرض النادر الذي حرم بريطانيا من الطعام طيلة 5 سنوات ننتقل، حيث عانت بريطانيا في عامها 19 من مرض نادر سبب لها شللاً في عضلات المعدة، الأمر الذي منعها من تناول وجبة واحدة طيلة 5 سنوات الماضية. وتتغذى أيلا فولي من خلال أنبوب تغذية يتصل بمجرى الدم مباشرة، إذ إنها عرضة للإصابة بانتكاسات خطيرة في حال مرت أي مواد غذائية على المعدة، ولم يتمكن الأطباء من التوصل لأسباب مرض فولي أو آلية علاجها، غير أنها تأمل في أن تشفى منه يوما دون أسباب واضحة كما أصيبت به دون أسباب واضحة. وبعد كل هذه الأخبار العجيبة الغريبة، ما رأيك سيدتي بعطلة ترفيهية في فندق الثلج في السويد، أكبر الفنادق الثلجية ويضم 80 غرفة مبنية من قطع الكريستال والجليد الذي تم جمعه من نهر تورن المتجمد، ويسافر إليه كل عام مجموعة من الفنانين لنحت التماثيل الثلجية لتزيينه، ويتميز ببهو واسع تزينه الأعمدة الثلجية. طبعا مشاهدينا، هذا الفندق مخصص للي يحبوا الجو البارد، الأشخاص اللي يحبوا فصل الصيف ما يروح السويد تحديدا لهذا الفندق. مستمرين مشاهدينا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، حفل تكريم الفائزين بجائزة مؤسسة عكاظ للتميز المهني.